بعد أقل من 6 أشهر من إرسال الأسطول 45 إلى خليج عدن، الصين تدفع بقطع بحرية والمئات من الجنود لاستلام مهمة تأمين السفن في جنوب البحر الأحمر الذي تحول إلى ساحة استعراض بين الحوثيين والقوات الأمريكية والبريطانية. فما هي أهداف الأسطول 46؟ وهل يتغير نطاق عمليات هذا الأسطول أمام تصاعد التوتر في أحد أهم الممرات الحيوية في العالم؟ هي مهام دأبت عليها الصين منذ سنوات قبالة مياه الخليج، ولكنها الآن تجري أمام أنظار عملية أسبيدس الأوروبية وتحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة. إذن أين ينتهي التعاون ويبدأ التنافس بين القوى الكبرى في البحر الأحمر؟ وما علاقة الأسطول 46 بقاعدة الصين العسكرية في جيبوتي؟ إذن تساؤلات تقابلها تقارير عن استثمارات صينية ضخمة في الأشهر الأخيرة على امتداد قناة السويس في أحدث مؤشرات الرهان على البحر الأحمر في تصورات مبادرة الحزام والطريقة بعد دخول بكين على خط الوساطة بين السعودية وإيران. أيضا نتساءل كيف تدير الصين العلاقات مع الدول الإقليمية الأعضاء في أضخم مشروع للبنى التحتية في التاريخ. هذا ما نسلط عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود. مساء الخير. أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشارق.com/vote والإجابة عن سؤال استطلاع عن السؤال: هل تتحول حماية الملاحة في البحر الأحمر إلى تنافس حقيقي بين القوى الكبرى؟ إذا بحسب مشاركاتكم هذه الأرقام التي ترونها في أسفل الشاشة. لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بالضيوف الكرام من بكين رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية الدكتور فيكتور غاو، مرحبا بك، من واشنطن المستشار العسكري في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس داهوك، مرحبا بك، من الرياض أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، أهلا وسهلا، أرحب بالجميع. أبدأ النقاش مع حضراتكم، ولكن بعد هذا العرض السريع حول هذا الأسطول 46 في البحر الأحمر الذي أرسلته الصين، نتابع لو سمحتم. أبدأ النقاش مع الضيوف الكرام، أبدأ من بكين دكتور فيكتور غاو، كيف نفهم هذا التحول في الموقف الصيني تجاه هذه التطورات في البحر الأحمر؟ التحول من الدبلوماسية التي يراها البعض ربما كانت مكثفة إلى تعزيز الحضور العسكري، هل نفهم من ذلك احتمالية تصعيد هذا الصراع وبالتالي الحاجة إلى وجود الصين في تلك يعني أو في هذا الممر الاستراتيجي، أم هناك تفسير آخر؟ شكرا جزيلا على استضافتي. بداية، قد تعلمون أن الصين اليوم هي تقود أكبر مقرا تجاريا في العالم، وبالتالي أي توترات سواء في البحر الأحمر أو أي مكان آخر يكون مهما بالنسبة إلى الصين. الصين أيضا مهتمة بهذا الصراع المرتبط بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة، والصين كانت تطالب بوقف إطلاق النار منذ بداية اندلاع هذه الحرب، والصين أيضا تعهدت أنها لن تطلق أي هجمات ضد اليمن، لأننا نعتقد أن هذا الموقف مرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على الجانب الآخر، تحدثتم عن الأسطول الصيني الذي تم نشره هناك منذ ديسمبر
منذ شهر ديسمبر 2008، لأنه عند تذكرتم في ذلك الوقت كانت تلك المنطقة مهددة بالقرصنة بالقرب من الصومال، وكانت تهدد الملاحة البحرية الصينية والدولية، وبالتالي شاركت الصين في هذا النوع من التأمين ضد القرصنة. ومنذ 2008 كل 3 أشهر تقريبا الصين ترسل مدمرتين وسفينة تؤمنها. أعتقد أن هذا الأسطول هو استمرار لمكافحة هذه القرصنة التي بدأت في عام 2008، ولا أعتقد أن الحضور وعمليات هذا الأسطول تحديدا ليس مرتبطا بأزمة البحر الأحمر. كما أيضا تعرفون أن الصين لديها قاعدة عسكرية صغيرة في جيبوتي، والصين بالتأكيد يجب أن تحافظ على حضورها ليس فقط لردع تهديد القرصنة كما شاهدنا، ولكن أيضا للتأكد من أن الحرب لا تخرج عن السيطرة ولا يتدهور الوضع، وبالإضافة إلى الحق المشروع للشعب الفلسطيني في غزة وفي الأماكن أخرى يتم احترامه. موقف الصين واضح، استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحدود ما قبل 1967، والقدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لها، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على المستوى نفسه كما نحترم الحق المشروع للشعب الإسرائيلي. هذا موقف الصين، ولا أعتقد أن هناك رابط بوجود هذا الأسطول. سمح لي أسألك دكتور فيكتور، البعض يرى بأن هناك رابط بين وجود هذا الأسطول واستمرار هذه الحرب، وهو يعني ما جعل هذا الأسطول الأمريكي البريطاني الأوروبي أيضا يصل نفس هذه المياه الإقليمية، مياه البحر الأحمر. أنا سؤالي، كيف يحافظ الأسطول الصيني على نفسه بمنأى عن هذه يعني التحولات في البحر الأحمر أو التوترات؟ على سبيل المثال، بحسب البنتاغون، الأسطول الصيني بشهر نوفمبر رفض الاستجابة لنداءات استغاثة من ناقلة نفط إسرائيلية أواخر ذلك الشهر، بالرغم من وجود 3 سفن من البحرية الصينية بالقرب من هذه السفن الإسرائيلية. هل كان هذا الموقف هو نأي بالنفس من قبل الصين عن هذا الصراع الذي بدأ في غزة وانسحب على ما يجري في البحر الأحمر، أم هو موقف، أم كيف نفهم؟ اعتقادي الشخصي هو أن الأسطول الصيني في هذا الجزء من العالم الهدف الرئيسي منه هو مكافحة خطر وتهديد القرصنة، ليس له ارتباط بالأزمة الحالية في البحر الأحمر، وهي المرتبطة بشكل مباشر بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة. وبالتالي من وجهة نظر نظرية يجب أن نميز بين ونفصل بين هذين الأمرين ونتعامل معهما على حدة. والحضور الصيني في هذه المنطقة ليس الهدف منه هو الانخراط بأي شكل في أزمة البحر الأحمر، أو حتى الانخراط في الصراع أو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. هاتين مهمتين منفصلتين تماما، ولا أعتقد أن الصين تريد أن تنخرط في تدهور الوضع في أزمة البحر الأحمر، أو حتى تدهور الأزمة بين إسرائيل وفلسطين. هنا أذهب لضيفي من واشنطن عقيد عباس داهوك، مرحبا بك. من منطلق خبرتك العسكرية الطويلة، اسمح لي أن نستفيد. نتحدث عن أسطول صيني يقول ضيفنا، أو ما تم الإعلان عنه، بأنه هذا الأسطول هو جزء من عمليات عسكرية بحرية تقوم بها الصين، لها علاقة بالقرصنة، لها علاقة بالتواجد المستمر في هذه المياه الاستراتيجية. ولكن الأسطول يتكون من مدمرة صواريخ، فرقاطة، سفينة إمدادات، مروحيات، 700 من العسكريين من البحرية، قوات خاصة. هل هذه المواصفات هي مواصفات أسطول يمر بعملية اعتيادية في البحر الأحمر، أم الاستعداد لأي توسع لهذا الصراع؟ مساء الخير وشكرا على استضافتي.
الصين بشكل عام بشكل طبيعي ومنطقي يجب أن تقلق من انهيار خطوط التجارة وتحديدا من باب المندب، كما تحدث ضيفكم الكريم من الصين عن أهمية هذه المياه للصادرات الصينية إلى أوروبا ولبقية أنحاء العالم. ولكن المهمة الأسطول كما يطلق عليه هو حقيقة ليس أسطولا بحجم كبير. الأسطول من المنظور الأمريكي على الأقل يتكون من عدد أكبر من القطع البحرية، والمهمة الهدف منها هو مكافحة القرصنة كما هو معلن، ولكن وجود المدمرات ربما هي زائدة عن الحاجة إلى مجرد مكافحة القرصنة، ولكن ربما أيضا يتم اعتباره استعراضا للقوة. الصين تود أن تكون وسيطا محوريا في الشؤون الشرق الأوسط، وبدأت بعض الجهود الدبلوماسية بضم إيران والمملكة العربية السعودية، وتريد أيضا أن يكون لقواتها حضور في هذه المياه لحماية مصالحها القومية. ولكن حتى الآن هذه النداءات، نداءات الاستغاثة التي أتت من العديد من السفن والصين لم تستجب لها. الولايات المتحدة لديها مسؤولية دولية لضمان أمان المسارات البحرية، هذه مصلحة أمريكية، وهناك حضور بحري عسكري أمريكي ليس فقط في المحيط الهندي والأطلسي وفي الممرات المائية الأخرى. إذن هذه المهمة الأمريكية الدولية الصين تحاول منافستها، ربما ليس على الصعيد الدولي ولكن على الأقل في منطقة الشرق الأوسط والجنوب الدولي. وهذا السبب الذي في 2017 دفعهم لإنشاء قاعدتهم العسكرية في جيبوتي، لأن هذه المنطقة ذات أهمية بالنسبة لهم. ولكن القوات البحرية الصينية لا تزال غير قادرة على مكافحة مجابهة قوى بحرية مثل الأسطول البحري الأمريكي. وإذا أرادت الصين أن تحمي من هذه المياه سيكون عليها أن تنخرط بشكل أكبر وتعمل مع العديد من الدول الموجودة حول مضيق باب المندب. تذكروا بغض النظر عن قرار الحوثي أو سبب إجراء الحوثي لهذه العمليات، فإن أي كارثة تحدث هناك مثل مثلا كارثة نفطية مثلا أو لأحد الناقلات قد يهدد من التجارة الدولية بما فيها المصالح الصينية، وبالتالي الصين لديها مصلحة اقتصادية للعمل بشكل مباشر. هذا واضح. اسمح لي أذهب بكل ما ذكرت لدكتور علي العنزي من الرياض. مساء الخير دكتور. يعني أنتقل مما يقول ضيفنا جزء من مما قال، تحدث عن وجود الصين كوسيط في هذه المنطقة. تابعنا يعني كانت قادت هذه الوساطة بين الجانب الإيراني والجانب السعودي. البعض يرى بحسب التحليلات الغربية لصحيفة نيوزويك بأنه قد يكون أحد مهام الأسطول الصيني في هذه المرحلة أن يكون أيضا كوسيط، ولكن حماية هذه الممرات المائية، وأنه قد يكون طرف مقبول بالنسبة لليمن الحوثيين أفضل من الطرف الأمريكي البريطاني أو الأوروبي. هل ممكن أن يعني يكون هذا هو الدور الصيني في مرحلة مقبلة؟ شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين، وأيضا تحية للضيوف الكرام من واشنطن ومن الصين. بدون شك طبعا الصين يعني منذ فترة بدأت تظهر يعني أنها أصبحت قوة أو قطب من التعددية القطبية، وبدأت تستعرض يعني بعض قواها عكس ما كان يتم تداوله بأن الصين دائما تعتمد على القوة الناعمة فقط، سواء في المنطقة أو في المناطق الأخرى. ونحن إذا عدنا إلى الوراء إلى التاريخ وجدنا أن الصين منذ فترة وهي تقوم بإجراء مناورات عسكرية في بحر العرب والمحيط الهندي مع روسيا ومع إيران قبل نشر هذا الأسطول. ما يتعلق بالدور الصيني في المنطقة، أنا أعتقد أن الصين لها مصالح كبيرة جدا في المنطقة، وأيضا يعني الدول المنطقة على رأسها المملكة العربية السعودية لا تريد عسكرة البحر الأحمر من كافة القوى. المملكة العربية السعودية دعت
منذ البداية إلى حماية الممرات الدولية، ممرات الطاقة وممرات التجارة، وحذرت من انعكاسات أزمة غزة على كل المستويات. ولذلك يعني هنا أرادت المملكة أن تضع المجتمع الدولي بأن حل التوترات في المنطقة هو يأتي من حل القضية الفلسطينية وليس فقط اختصارها بغزة. وهذا منذ البداية كانت البيانات السعودية والمواقف السعودية واضحة في هذا الجانب. اليوم الصين، نعم الصين تحرص على استقرار المنطقة، ولكن لا ننسى أن هناك قاعدة بحرية في جيبوتي للصين، واليوم هناك تنافس بين الصين وبين الولايات المتحدة، ليس فقط على ممرات الطاقة بل في بحر الصين الجنوبي. وهذه أول مرة تنشر الصين هذا العدد من الأسطول 46 في المنطقة تحسباً يعني ما يحصل من توتر في المنطقة. قضية أن تكون مقبولة أو غير مقبولة، دول المنطقة لديها موقف واضح وهي ضد عسكرة منطقة البحر الأحمر، ولذلك رأينا هذه كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر رفضت الانضمام إلى القوة التي دعت لها الولايات المتحدة حتى لا تكون منحازة إلى طرف ضد الطرف الآخر. صحيح. هنا مسؤولية ممرات الطاقة الدولية هي مسؤولية الجميع، مثل ما هي مسؤولية الاستقرار وحل أزمة القضية الفلسطينية حتى لا تنعكس على كل الأطراف. لذلك أنا أعتقد أن النقطة الرئيسية في هذا المجال هو خفض التوتر من خلال إيقاف إطلاق النار في غزة وخفض نسبة يعني التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد نهائي لقضية القضية الفلسطينية، ومن ثم الاعتماد على دول المشاطئة على حماية ممرات الطاقة. ولذلك أنا أعتقد أن التدخل الدولي ممكن أن يكون هناك انفلات أو عدم سيطرة على بعض يعني بعض الأساطيل، أن يكون هناك خطأ في الحسابات أو كذا مما يصعد التصعيد في المنطقة. طيب هذا كلام مهم، ونتحدث عن دور الدول المشاطئة في هذه التوترات على البحر الأحمر، ولكن بعد قليل. إذن نتساءل كيف تتابع الصين عسكرة البحر الأحمر بعد إطلاق عملية أسبيدس الأوروبية وتحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة كذلك بريطانيا؟ كل ذلك بعد قليل، ابقوا معنا. أطلق الاتحاد الأوروبي عملية أسبيدس لحماية التجارة الدولية في البحر الأحمر بعد شهرين من تشكيل تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة. نتابع. أعود لاستئناف هذا النقاش وأسأل ضيفي سيد عباس دهوك من واشنطن. نعلم بأنه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أيضا مجموعة من الدول كذلك بريطانيا أطلقت عملية حارس الازدهار، ثم بعد ذلك بوقت انضم الاتحاد الأوروبي بتحالف مختلف وتكتل مختلف عملية حول أو حملت اسم أسبيدس. كيف نفهم عدم انضمام دول الاتحاد الأوروبي إلى
مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر؟ هل نتحدث عن منافسة؟ هل نتحدث عن وجهات نظر مختلفة في طريقة التعاطي مع هذه التوترات؟ رفض ربما لاستهداف الحوثيين في اليمن كما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا؟ الأمر الرئيسي هنا حقيقة يعتمد على المنظور السياسي لكل دولة وعلى الشؤون السياسية الداخلية لكل دولة. الكل يتفق على ضرورة تأمين خطوط الملاحة والشحن لجميع الدول، ولكن ربما الاختلاف أو النزاع هو كيفية وقف ذلك، كيفية مكافحة هذا الأمر. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديهما الإرادة السياسية التي لن فقط تتوقف عند الدفاع عن النفس، وإنما للقيام بضربات استباقية داخل الأراضي اليمنية. الدول الأوروبية ربما ليس لديها نفس الإرادة السياسية للخروج عن مبدأ الدفاع عن النفس، وهذا ما هو السبب الرئيسي. ولكن اسمح لي أن أعقب على مسألة أو دور الحوثي هنا. على الرغم من أنهم يدعون أن غزة أو أن تدخلهم في خطوط الملاحة بسبب أعمال العنف في غزة وهو غرض نبيل وشريف حقيقة، ولكن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح لدول غير أطراف أن تأخذ موقفا يؤثر على خطوط الملاحة البحرية. هذا سيؤدي إلى إحداث سابقة ربما تفتح النار من دول أخرى. إذن الهدف نبيل في حد ذاته، ولكن طريقة تنفيذ هذا الهدف غير نبيل على الإطلاق. وما إذا انتهت الحرب في غزة وتم وضع حل الدولتين، أعتقد أن الحوثي المدعوم من إيران سيجد قضية أخرى ليقوم بنفس الأعمال المزعزعة. وبالتالي العقيد عباس، أقول لحضرتك البعض يرى وجهة نظر مختلفة فيما تقول، ويمكن الرد على ما تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دعمت إسرائيل في هذه الحرب، يعني واشنطن ليس الطرف مباشر في هذه الحرب في غزة، ودخلت ودعمت الجانب الإسرائيلي بالعتاد وبالمواقف العسكرية والمواقف السياسية، وبالتالي تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، تدخل الحوثي من جهة ثانية. لا نشرع أو نوافق أو نعترض، ولكن البعض يرى بأن هناك تدخلات على أكثر من صعيد بهذا الملف. هنا أسمح لي أذهب لدكتور فيكتور لأسأل حضرتك، هذا التواجد العسكري بالقرب للقاعدة العسكرية الصينية بجيبوتي، إن كان هذا الأسطول الأمريكي الأسطول الأوروبي أسبيدس، هل يقلق الجانب الصيني؟ نعلم بأن هناك مصالح صينية، ليس فقط يعني ممرات التجارة العالمية، مبادرة الحزام والطريق، الموانئ على شواطئ الأفريقية، شواطئ الدول يعني المشاطئة لكل هذه الممرات الاستراتيجية. كيف تحمي الصين مصالحها في ظل هذه العسكرة لهذه المياه الإقليمية؟ هذا سؤال مهم جدا وفي محله. من المنظور الصيني في الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط، هناك مبدأ الأزمة الذي يتضمن الحرب الإسرائيلية في غزة. هناك أيضا أزمة مصاحبة وهي أو مترتبة عليها، وهي أزمة البحر الأحمر. والحوثي وأي مجموعة في اليمن لديها أسبابها للقتال ضد المعتدي الإسرائيلي، وتحاول والاسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وحتى في الولايات المتحدة أحرق جندي نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية، مهللا أنه لن ينخرط في أعمال الإبادة الجماعية. لذا لا أعتقد أن الناس في العالم يخدعون أنفسهم بأن أزمة البحر الأحمر والحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا
بريطانيا والحوثي لا ترتبط بالمذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة. أكثر من 25 ألف شخص بريء سلبوا حياتهم ومن النساء والأطفال. لا أحد بوعي أو بمنطق يمكن أن يقف جامدا أمام هذه المذبحة في فلسطين، وهذا هو السبب الرئيسي في الشرق الأوسط، وبغض النظر عما يحدث في البحر الأحمر هو مجرد تداعيات جانبية. لذا من الجانب الصيني الأمر الصحيح هو وضع الضغوطات على إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، لاسترجاع الحدود الفلسطينية إلى ما قبل 1967، تحقيق حل الدولتين، استعادة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هذا واضح. لو تكرمت خذني على النقطة التالية لضيق الوقت، كيف تحمي الصين مصالحها فيما يتعلق بموانئ الحزام والطريق، كذلك ممر التجارة العالمية الذي ينقل يعني كمية ونسبة كبيرة من التجارة الصينية؟ اسمحي لي أن أقتبس بما أخبره أنتوني بلينكن لوزير الخارجية. أراد من الصين أن تضع المزيد من الضغوطات على الحوثي وعلى إيران وبشأن أزمة البحر الأحمر. السيد وانغ لي قال بكل كرامة وبكل صراحة أن الصين لن تطلق طلقة واحدة ضد اليمن، لأن هذا العيار الناري سيكون غير قانوني، والصين لن تطلق أي هجوم ضد اليمن. ما يعني أن الصين ستستمر في استخدام الدبلوماسية والتحدث عن المسار الصحيح والصواب، وهو حث إسرائيل على وقف أعمال العدوانية، وحينها ستعتمد الصين على الدبلوماسية لإقناع بقية الأطراف أن المسار الصحيح هنا هو وقف هذه الحرب في غزة أولا وإنقاذ الأرواح الفلسطينية البريئة بدلا من استهداف اليمن. هذا هو المسار الخاطئ. واضح. هنا أذهب لدكتور علي العنزي لأسأل حضرتك، متى يبدأ دور الدول المشاطئة؟ كما ذكرت حضرتك منذ قليل هذه الدول رفضت ربما أن تكون جزء من أي مبادرة أو يعني خطوات في البحر الأحمر، خطوات غربية من أجل ربما أن لا يحسب عليها أي تحرك. متى يبدأ دورها وقد فشلت ربما الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن في إيقاف ما يقوم به أو تقوم به جماعة الحوثي؟ طبعا يعني اولا دعينا يعني نحن يعني الدول العربيه تثمن موقف الصين تجاه القضيه الفلسطينيه حاليا، يعني يعني دائما الصين تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدوليه، وموقفها الحالي من الازمه الفلسطينيه، انا اعتقد ان هذا الدور يجب ان يثمن. بالنسبه ما يتعلق ب دور الدول المشاطئة للبحر الأحمر، هي لم تتخلى عن دورها، بل الدول المشاطئة دائما كان دورها حماية ممرات الطاقة، حماية الممرات الدولية، وهذا ما كانت تقوم به المملكة العربية السعودية عندما كانت تتم مهاجمة ناقلات البترول قبل أزمة غزة وقبل ما يحصل في فلسطين. كان دور السعودية هو الدعوة إلى تجنيب الممرات الدولية وتجنيب الممرات الطاقة. الآن هل صار دور سعودي عربي الآن في ظل هذا التصعيد؟ نعم، وأيضا حتى مع الاتفاق مع الصين، يعني الدول هي مسؤولة عن حماية شواطئها وحماية موانئها وحماية ممراتها، وأيضا المساهمة في حماية الممرات الدولية، ولكن هذه الدول لا تقبل، الدول المشاطئة، أن تسيس قضية حماية الممرات الدولية بأن تسيس تجاه طرف ضد الطرف الآخر، هذا لن تقبله دول المنطقة. ولذلك حماية الممرات التي تمر هي في البحر الأحمر هي مسؤولية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويجب التنسيق معها. وعندما شكلت القوة الدولية أعتقد أن كان هناك تحفظات من دول المنطقة لأنها لم تكن الأهداف واضحة. لماذا شكلت هذه القوة؟ هي لأهداف سياسية
دول المنطقة أو الدول المشاطئة لا تشاطر الدول التي شكلت هذه القوة هذه الأهداف. أنا أعتقد وكل المحللين وأغلبنا يعتقد بأن إذا أرادت الولايات المتحدة وهي القوة الرئيسية في المنطقة إذا أرادت أن تنهي هذه القضية عليها أن تنخرط بحل القضية الفلسطينية وعليها أن تخفض التصعيد في فلسطين وحل وقف إطلاق النار في غزة وعليها التنسيق مع الأصدقاء سواء بما يتعلق بممرات الطاقة أو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يجب أن حلها حتى كل ما يحدث من إرهاصات ومن انعكاسات. أنا أعتقد العمود الفقري لهذه الأمور هي حل القضية الفلسطينية بشكل دائم ومستقر. أتوقف عند الفصل الأخير، كيف تدافع الصين عن ممراتها البحرية إلى أوروبا؟ هذا ما أناقش ولكن بعد قليل. يعد مضيق باب المندب ممراً رئيسياً للتجارة الصينية إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا، كما أن 46% من واردات بكين من النفط يأتي وفق بيانات لبلومبرغ من الشرق الأوسط. من الطبيعي أن تشكل كل هذه التوترات الأمنية في البحر الأحمر تحدياً في الآونة الأخيرة. فمن إجمالي التجارة البحرية الصينية المقدرة ب 1.5 تريليون دولار يتدفق عبر مضيق باب المندب كل عام ما يقدر بنحو 120 مليار دولار من واردات الصين و160 مليار دولار من صادراتها، 60% منها إلى أوروبا. هذه التوترات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى تحول الحاويات نحو رأس الرجاء الصالح، كذلك كما نرى في هذه الشاشة في إذن كل هذه الحاويات، انتقال هذه الحاويات بدل أن تذهب إلى قناة السويس في الشمال تذهب إلى الجنوب من باب المندب ومن ثم إلى رأس الرجاء الصالح. كل ذلك إذن يرفع تكلفة الشحن، كذلك التأمين على السفن التجارية. إذن قفزت تكلفة نقل حاويات بطول 40 قدم بين الصين وشمال أوروبا إلى أكثر من 4000 دولار مقارنة ب 1500 دولار بنوفمبر الماضي. الصين كانت تعيد توجيه بعض التدفقات التجارية عبر السكك الحديدية إلى أوروبا أو عبر قناة بنما إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولكن كما نرى في هذه الشاشة فقط لي يعني نقرب الصورة أكثر فيما يتعلق بالضغط على هذه الممرات إذن الأساسية ومن ثم الممرات البديلة. هذه الطرق البديلة أيضا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي. الحرب بأوكرانيا أصبحت تشكل خطر على طريق السكك الحديد عبر سيبيريا ثم أوروبا، كما أن هذا الخيار لا يشكل بديلا حقيقيا للطرق البحرية. السفن تستطيع نقل أكثر من 23 ألف حاوية، بينما ينقل قطار الشحن الدولي من 80 إلى 100 حاوية فقط. أما قناة بنما فتواجه بدورها تراجعا في منسوب المياه جراء الجفاف منذ بداية العام الماضي، ما تسبب بفرض القيود على عدد من السفن المسموح لها بالمرور. إذن أزمة الأمن الملاحي في البحر الأحمر إلى جانب اضطراب ممرات أخرى بين الصين وبقية العالم أدت إلى تراجع صادرات الصين بنحو 10% إلى 15% وفق دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد. إذن نتحدث عن تأثير كل هذه التوترات على الممرات المائية على التجارة بالتحديد، وأسأل هنا ضيفي سيد غاو. بعض التسريبات من قبل رويترز تحدثت في مرحلة من المراحل ليس من وقت بعيد يعني عن تحذير الصين لإيران خلال لقاءات هامشية فيما يتعلق بتضرر التجارة العالمية، فيما يتعلق بتجارة الصين بالتحديد بسبب ما تقوم به جماعة الحوثي باستمرار في مياه البحر الأحمر. هل سنرى أي تأثير حقيقي على إيران ومن ثم على جماعة الحوثي من قبل الصين إذا تأكد للصين استمرار تأثيرها هذه التوترات بالصلب على تجارتها الخارجية؟ الصين وإيران تجمعهما علاقة جيدة وودية. إيران
هي جزء من منظمة البريكس وأيضا منظمة شنغهاي للتعاون، وهما يحترمان بعضهما البعض كما تحترم الصين دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها من الدول. علاقاتنا طيبة مع معظم هذه الدول بما فيها إيران. على الجانب الآخر، ذكرتم هذه الإحصاءات، أود القول أنه لم تستثمر الدولة في مصالحها الاقتصادية في تأمين السلامة البحرية كما تفعل الصين. لماذا؟ لأن الصين هي أكبر محرك تجاري وشريك تجاري مع أكثر من 130 دولة في العالم. بالتأكيد الصين تريد تأمين كل هذه المسارات البحرية، ولكن في الوضع الحالي الصين تؤمن دون أي تحفظ أن أزمة البحر الأحمر سببها القتل الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في غزة، ولهذا السبب الصين تريد أن تفعل الصواب بالتسلسل الصحيح، وهو وضع الضغوطات على إسرائيل لوقف قتل الفلسطينيين، وقف إطلاق النار، ثم بشكل تدريجي. أنا سألتك عن الضغوطات على إيران ومن ثم جماعة الحوثي، لأنه نعم، لأنه جماعة الحوثي هي من تطلق هذه يعني التهديدات في هذه المرحلة. أسأل سيد عباس زهوك من واشنطن، البعض يرى بأنه كل ما يجري يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لجهة بأنها كانت تريد الضغط على الصين فيما يتعلق بالحزام والطريق، لأنه لديها مشروع له علاقة بممر اقتصادي تم الإعلان عنه على هامش العشرين، يعني دعموا بايدن في ذلك الوقت. في نفس الوقت تضغط على الصين بالمجمل في منطقة البحر الأحمر. هل هذا أحد استراتيجيات واشنطن في هذه المرحلة، وبالتالي المزيد من التصعيد في البحر الأحمر يصب في مصلحتها؟ الضغوطات صحيحة، نعم، مفهم مبدأ الضغوطات. الصين والولايات المتحدة تتنافسان على الموارد وعلى المواقع الجغرافية. كلا البلدين لديهما مصالح. المصالح الصينية هي تتضمن إبقاء الولايات المتحدة خارج الشرق الأوسط وخارج منطقة بحر الصين الجنوبي، وبدون شك هناك منافسة بين الطرفين. الصين قوة اقتصادية عظيمة تسعى للحفاظ على قوتها التصديرية، والآن يتم إضافة عنصر آخر وهو العنصر العسكري من خلال هذا الاستعراض للقوة في المنطقة. أرى أن هذا الاستعراض للقوة هو دعم استراتيجي لمحور المقاومة ودعم استراتيجي لإيران، حتى إذا تم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحل الدولتين، طالما أن إيران والميليشيا الأخرى بما فيها الحوثي موجودة ومسلحة وممولة، ستظل خطرة وستتولى قضية أو مسألة أخرى تهدف من خلالها إلى دعم عدم الاستقرار في المنطقة. دكتور علي، إلى أين تتجه العلاقات السعودية الإيرانية في هذه المرحلة في ظل هذا المشهد الأكبر؟ حتى الآن لا يوجد أفق أو قدرة على إيجاد تسوية أو هدنة في ملف غزة، والتوترات في البحر الأحمر مستمرة، ودائما ما يلقى باللوم على إيران من وراء الحوثيين. العلاقة بين طهران والرياض إلى أين تتجه؟ بدون شك طبعا المملكة العربية السعودية عندما يعني أعادت العلاقات مع إيران وبضمانات وبوساطة أيضا وضمانات صينية، هي تسعى لاستقرار المنطقة. وأعتقد أن التعاون بين المملكة العربية السعودية وإيران هو يصب في صالح المنطقة. المملكة العربية السعودية لديها يعني عدة نقاط، هي ضد عسكرة أول شيء الممرات المائية، ضد التدخلات الخارجية في أمور المنطقة، وهي تسعى أيضا لاستقرار المنطقة والسعي إلى التنمية المستدامة في المنطقة من خلال التعاون وليس المواجهة. ولذلك المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات أينما كانت، ومع الدول الشقيقة والدول الشرعية، وتسعى أيضا لتنمية العلاقات مع القوى الإقليمية حتى تكون أمن واستقرار الإقليم هو مسؤولية دولها. وأيضا تحتفظ المملكة العربية السعودية بعلاقات متوازنة سواء مع الصين أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها ضد التنافس
وعسكرت المنطقة بأي شكل من الأشكال. كل ما كان هناك تفاهم وتعاون بين المملكة العربية السعودية وإيران ينعكس إيجاباً على المنطقة وعلى حل المنطقة. أنا أعتقد الموقف السعودي والإيراني هما متفقان تجاه ما يحصل في غزة، ونذكر يعني المؤتمر القمة العربي العربية الإسلامية الاستثنائية في جدة، كان هناك حضور لإيران في هذا القمة، دعتها المملكة العربية السعودية، ولا زالت المملكة تسعى لاستقرار المنطقة ونبذ الخلافات. نعم، مضطر أقاطعك ولكن وصلت الفكرة دكتور علي العنزي، أشكرك جزيلا على المشاركة معنا كالمعتاد، يعني ضيفنا باستمرار أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي من الرياض، شكرا جزيلا لحضرتك من واشنطن، المستشار العسكري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك، شكرا جزيلا لك. ومن بكين أشكر رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية الدكتور فيكتور غاو، شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن نعود لمتابعة مشاركاتكم في الإجابة على سؤال استطلاعنا، كان السؤال: هل تتحول حماية الملاحة في البحر الأحمر إلى تنافس بين القوى الكبرى؟ بحسب إجاباتكم هذه الأرقام أسفل هذه الشاشة. أنا أشكركم على طيب المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وملف جديد في على الحدود. إلى اللقاء.